مساء الخير الإخوان، سيسعد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، مرحبا الخوت واخوتي، مرحبا. يلا غنقولوا بسم الله اختي، يلا نقولوا بسم الله. الله يحفظك لي اخويا سعيد. عليكم السلام ورحمة الله الإخوان، مرحبا بكم من جديد وتبارك الله عليكم، شكرا على المتابعة. مرحبا محمد، اخويا محمد مرحبا. وجهت في سؤالات. مبروك اخويا عبد الاله، مبروك اخويا، مبروك. اذا مرحبا بكم الاخوان، بارطاجوا لينا هذا اللايف. يلا غنبداو، يلا غنبداو، يلا غنبداو الاخوان، مازال كاع ما، يلا نقولوا بسم الله. اذا بارطاجوا هذا اللايف الاخوان. اذا عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا الاخوان، ما كاين حتى مشكل. مرحبا. اذا بارطاجوا هذا اللايف الشباب الخوت الدراري، بارطاجوا هذا اللايف هذا، الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا الاخوان، مرحبا بالجميع. اذا بالنسبه لليوم الاخوان، غتكون التتمه ديال السيري الرقم 15. الف مرحبا الاخوان، الف مرحبا. الحمد لله خويا رضا، تحياتي. اذا كما قلت اليوم غادي نكملوا داك الجزء اللي بقى او ما تبقى من السلسله الرقم 15 ان شاء الله. داك 20 سؤال اللي بقى نكمل اليوم، ياك. اذا على بركه الله الاخوان، بارطاجيو لنا هذا اللايف باش نبداو ان شاء الله، ياك، بما يلتحقوا بنا الدراري الاخرين. اذا الخوت غنمشيو للسؤال 21، لان اصلا ال 20 دوزناه. هنا كتعتبر السياق خطيره من بعد من بعد 17 ساعه من العمل في يوم واحد. نعم واحد لا جوج، من بعد 4 ديال الساعات فقط من النعاس. نعم 3 ل 4. اذا كتعتبر السياق خطيره من بعد 17 ساعه من العمل في يوم واحد. نعم واحد لا جوج، من بعد 4 ديال الساعات فقط من النعاس. نعم 3 ل 4. لاشين في اليوتيوب راه هو، راه كاين لاشين في اليوتيوب الاخوان، راه كنلوح فيه هاد اللايفات اللي كندير دابا، راه كيكونوا في لاشين عندي في اليوتيوب. لاشين ديال اليوتيوب راه حطيت له اللين ديالها فوق من هاد اللايف هذا. لاشين ديال اليوتيوب راه داير فيها كود الباس. اذا مشو الاجابه، اذا كتعتبر السياق خطيرا من بعد 17 ساعه من العمل في يوم واحد. نعم، لان الانسان هنا كيكون عيان، ضرب 17 ساعه، عرفت شنو هي 17 ساعه وهو خدام، راه كتبقى ملي غيمشي غيسوق ولا شي حاجه، راه غتكون السياقه ديالو خطيره، لانهم يعني بالنسبه لك التعب ممكن يعرضوا للنعاس ولا لا. من بعد 4 ديال الساعات فقط من النعاس، كذلك كنقول لهم نعم، لان الانسان ملي كيعس 4 ديال الساعات في الغالب ما يكونوش كافيين، اذا خاصو ينعس مزيان. اذا هنا واحد وثلاثه، نمشيو للاجابه التاليه. فهاد الجسر انا اللي عندي حق الاسبقيه، نعم واحد لا جوج. ندمج دابا في هاد القنطره، نعم ثلاثه ولا اربعه. اذا في هاد الجسر واش انا اللي عندي حق الاسبقيه؟ نعم الاجابه الرقم واحد لا الاجابه الرقم جوج. ندمج دابا في هاد القنطره، نعم الاجابه رقم ثلاثه لا الاجابه رقم اربعه. إذا في هذا الجسر واش أنا اللي عندي حق الأسبقية؟ كنقول لهم نعم. علاش هنا نقول لهم الإخوان نعم؟ بالنسبة علاش هنا نقول لهم نعم؟ لأن كنقولوا بأن بالنسبة للقنطرة حتى واحد ما عنده حق الأسبقية، بالنسبة للقنطرة حتى واحد ما كتكون عنده حق الأسبقية. عند ملي كتكون حق الأسبقية كنقولوا اللي سبق ودخل ديك القنطرة هو، عند ملي كتكون الأسبقية مزيان. ولكن ملي كتكون علامة مثلا بحال هذه هنا كتكون الاولويه دائما اللي كيكون عنده هذا السهم باللون ابيض ولا بالاسود، يعني باللون ابيض ولا كحل، هو كتكون عنده حق الاسبقيه. اللي كيكون عنده هذا السهم الاحمر ما عندوش حق الاسبقيه. مزيان.
اذا في هذا الجسم انا اللي عندي حق الاسبقيه. نعم، لان انا عندي سهم بالبيض، كون جاب الله عندي هذا السهم الاحمر ما عنديش، ولكن حاليا هذا السهم ديالي، اذا عندي حق الاسبقيه. ولكن واش ندمج في هذه القنظره؟ كنقول لهم لا، هنا انا عندي حق الاسبقيه، نعم ياك مزيان، ولكن كنشوف بان هذا البيجو هذا مول البيجو راه داخل القنطره، اذا مادام انه لقيته ان دخل، واخا عندي حق الاسبقيه لقيته دخل نخليه تيدوز عاد ديك الساعه ندمج. اذا 1-4 نتجاوز دابا إجابة الرقم 1، ننتظر باش نتجاوز إجابة الرقم 2. الإخوان ربما هذا الأسبوع هذا غادي نبداو في لي بي دي إف إن شاء الله، ربما هذا الأسبوع من غدا، المهم كونوا في الموعد. إلا كان غدا المهم، إلا كان هذا الأسبوع راه نبداو من غدا، إلا ما كانش الأسبوع المهم نشوفوا، إلا ما بديناش هذا الأسبوع نشوفوا شي أسبوع إن شاء الله، غير أنه غنشوف فينا وقيته. المهم من هنا لغدا ان شاء الله ويحن الله، من هنا لغدا ويحن المنال. اذا نتجاوز دابا الاجابه رقم 1، ننتظر باش نتجاوز الاجابه رقم 2. هنا خصني ننتظر باش نتجاوز، علاش؟ لان كاين هاد الشاحنه دايره السينيال، راه واحد السينيال ديالها ربما كيبان لكم، هذه بغات تندمج. اذا الا جيت انا نتجاوز راه غادي نتصادم انا وياها. اذا هنا ننتظر باش نتجاوز الاجابه رقم 2. غادي يصبح السيف لاتجاهين على بعد 50 متر. نعم الاجابه رقم 1، لا الاجابه رقم 2. على بعد 150 متر. نعم الاجابه رقم 3، لا الاجابه رقم 4. اذا واش غيصبح السيف لاتجاهين؟ على بعد 50 متر نعم 1 لا 2، على بعد 150 متر نعم 3 لا 4. اذا غيصبح السيف الاتجاهين على بعد 50 متر. انا نقول لهم لا، لان حيدو هذا ما خدامش، سير في حالك. جوج على بعد 150 متر كذلك لا. علاش الاخوان هنا قلنا على بعد 50 متر لا، وعلى بعد 150 متر كذلك لا؟ علاش؟ وحنا عندنا واحد القاعده كنقولوا بان المثلثات فيهم ديك القاعدة، داخل المدينة ب 50 متر وخارج المدينة ب 150 متر، ولكن علاش هذا مثلث؟ ولكن علاش حتى هو ما درناش فيه 50 و 150؟ إذا علاش أنا كنسول الإخوان دابا، علاش حنا ما درناش في هذا 50 ولا نديرو فيه 150؟ هو 50 كنديروها داخل المدينة، هنا ماشي داخل المدينة، نقولوا خارج المدينة، ولكن ما درنا حتى 150 ما اختاريناهاش، علاش ما اختاريناش 150؟ باستثناء هذا. نعم جيد، نشوفوا نقراو الاسماء الاجوبه ديالنا علامه وضعيه. ادم مزيان، يعني هذه كتعتبر علامه وضعيه. اشنو هي علامه وضعيه؟ داكشي اللي كاين في العلامه كنطبقوا من العلامه. هذا في الحين الاخ داير السميات مارت. هذا المثلث الوحيد اللي كيطبق من العلامه، الاخت اللي دايره لي لي لي. نعم فيصل على موضعية مزيان. زيد الخوت، زيد شوفوا الأجوبة ديالكم. إذا كنظن بأن ما كاين حتى شي إجابة أخرى. علامة وضعية مصطفى مزيان، علامة وضعية. زيد اذا غنمشيو للشرح الاخوان، ياك غنمشيو للشرح. هو الاخوان كاين واحد جوج انواع من العلامات، كنقولوا كاينين علامات وضعيه وعلامات متقدمه. شنو هي علامه متقدمه الاخوان؟ العلامه المتقدمه بحال مثلا اللي قلت هذه العلامه، هذه علامه، هذا مثلا هذا مثلث، لان المثلثات هما اللي كتعتبروا علامه متقدمه باستثناء هذا، هذا ما كيتعتبرش علامه متقدمه. اذا حنا نعرفوا شنو هي متقدمه. متقدمه بحال قلنا هذه راه علامه، مثلا هذه كتقول لي هذه العلامه، هذا المثلث كيقول لي انتباه ممر الرجلين داخل المدينه. داك ممر الرجلين ما غاديش نلقى حدا هذه العلامه اللي محطوطه داخل المدينه، غنوصل للعلامه ونحسب واحد 50 متر عاد غادي نلقى
ممر الباساج، ممر الراجلين اللي مرسوا في هذا 50 متر، يعني المثلث كيكون سبق الخطر اللي مرسوم فيه. هذا هي من المتقدم، يعني متقدم على الخطر اللي فيها. اما وضعيه بحال هذه مثلا كتقول تحديد السرعه في 80، تحديد السرعه خصني نطبقها من حدا العلامه. اذا داكشي اللي كتطبقوا، اذا داكشي اللي كيكون مرسوم في العلامه وكنطبقوا من حدا العلامه كتسمى علامه وضعيه، وداكشي اللي كيكون مرسوم في العلامه وما كنطبقوهش حدا العلامه كيتسمى متقدمه. اذا المثلثات كتعتبر علامه متقدمه داخل المدينه ب 50 متر على الخطر، وخارج المدينه ب 150 متر على الخطر كذلك. غير هذا ما فيش هاد المثلثات، فقط اللي ما فيش القاعده ديال 50 و 150. هذا شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان الطريق كدي وكتجي. هذا داك الشيء اللي كنطبقوا في الحين، من غير الا ما كانتش مثلا مكملينو بعلامه تكميليه، مثلا حطوا واحد العلامه تحت منه دايرين فيها 150، ملي غيديروا فيها 150 ما غاديش نطبق باقي حدا، غادي نطبق على بعد 150، ولكن ملي ما كتكونش فيه كنطبق داك الشيء اللي فيه من حدا العلامه. مفهوم الخوت؟ مفهوم؟ اذا هنا قلنا جوج وربعة، هذا ما فيهش القاعده ديال 50 و 150. واش مفهوم مزيان؟ كيتعرض المحرك بسرعه للسخونيه اذا توقف دوران الماء. نعم واحد لا جوج. اذا توقفت المروحه نعم ثلاثه لا اربعه. اذا كيتعرض المحرك بسرعه للسخونيه الا توقف دوران الماء. نعم واحد لا جوج. إذا توقفت المروحة نعم ثلاثة إلى أربعة. إذا كيتعرض المحرك بسرعة السخونية إلى توقف دورة الماء، كنقول لهم نعم. إذا توقفت المروحة كذلك نعم. حنا نجيو لهاد باش نعرفوا علاش درنا واحدة وثلاثة، باش نبسط لكم الاخوان، باش نبسط لكم ما نعقدوش كاع هادشي ديال، لان هادشي ديال الميكانيك ماشي حاجه اللي صعيبه. باش نبسط لكم مثلا بالنسبه كيفاش كتم يعني تبريد المحرك، كتكون القرعه، ديك القرعه فاش كيكون ماء تبريد، ماء تبريد، هذا هو ماء تبريد. كاينه قرعه كيكون كيتخوى فيها الماء، واحد القرعه كيكون فيها الماء ياك، ديك القرعه كيكون فيها جوج تيوات، واحد هنا واحد هنا مثلا، واحد كيدي الماء لداخل المحرك، واحد ديال الروتور كيرجع. اذا واحد كيدي وواحد كيخوي في ديك القرعه. مزيان كيفاش؟ مثلا هذا كيدخل داك الماء اللي كيكون في ديك القرعه كيمشي كيدور وسط هذا المحرك وسط الموتور باش يبردو. اذا كيجي الماء من القرعه بارد مثلا كيمشي وسط المحرك كيبرد لينا المحرك، داك الماء كيخرج سخون. فين كيمشي؟ كيمشي للرادياتور، هذا كيتسمى الرادياتور. كيدخل شي الرادياتور فيه شي انابيب يعني صغار رقاق، لما كيكون تما هذا الرادياتور حداه الفرفاره المروحه، هذه المروحه الدور ديالها كدور وكتبرد لينا هذا الماء اللي كان في المحرك. الماء اللي كان في الموتور كيرجع للرادياتور، وهذه المروحه كتبردوا لينا. ملي كيبرد كيرجع عاوتاني للقرعه، هكا كيتم. اذا توقف دوران الماء ما بقاش كيمشي الموتور، ما كيدورش باقي في الموتور، اش غيطرى؟ اذا المحرك هنا غيسخن. مزيان. كذلك اذا توقفت المروحه، هاد المروحه اللي كتبرد داك الماء اللي كان جاي اللي كان خرج من المحرك سخون ما بقاتش خدامه، ما بقاتش كتبردو، اذا اش غيطرى؟ الماء غيخرج من الموتور سخون وغيدوز من الرادياتور وغيقدر يرجع عاوتاني للقرعه غيسخن، ومن القرعه يدخل عاوتاني الموتور سخون. اذا هنا غيتعرض المحرك السخونية. إذا إلا توقفت دورة الماء راه غيسخن لنا المحرك، وإلا توقفت المروحة كذلك الفرفرة اللي كدور غيسخن المحرك. مزيان. أنا بسطت لكم، وإذا بسطت لكم عطيتكم شي حاجة اللي بسيطة باغي باش تفهموا. إذا مفهوم هذا السؤال هو الإخوان مفهوم؟ مزيان.
هي انا كانت الاجابه ديالكم الاخوان. اوكي هو مصطفى فهم، زيد مزيان، عيسى مزيان، مفهوم مزيان، زيد مرحبا خويا، مفهوم مزيان، اوكي مزيان مزيان. اذا كنظن بان الاغلبيه ديال الاخوان راه فهموا مزيان هادشي اللي بغينا. مازال مزيان. اذا نمشيو للسؤال الموالي. حتى واحد ما جاي من جهه اليسار. اذا حتى واحد ما جاي من جهه اليسار، واش ندوز دابا؟ الاجابه رقم واحد. نتقدم وندوز بعد الراجلين، الإجابة رقم ثلاثة. الإجابة رقم جوج. إذا حتى واحد ما جاي من جهة اليسار، واش ندوز دابا؟ الإجابة رقم واحد. نتقدم وندوز بعد الراجلين، الإجابة رقم جوج. إذا حتى واحد ما جاي من جهة اليسار، واش ندوز دابا؟ لا، هنا نتقدم وندوز بعد الراجلين. علاش؟ هو حتى واحد ما جاي من جهة اليسار هذا فقط فخ، يعطيني فخ باش نقول مع راساتي قال لي حتى واحد ما جاي من اليسار ما نشوفش باقي اليمن ديالي. انا كنشوف بانني داير السينيال ديال اليمن، انا حاليا غندور على اليمن، واخا في السؤال عكس لي هذا نعتبر بانه كقلب. اذا هذا عكس لي، عطاني السينيال اليمن. اذا ملي درت انا السينيال اليمن انا غندور على اليمن، هو قال لي في السؤال اليسار، اذا انا غندور على اليمن، كنشوف راسي غندور على اليمن. واش ندوز دابا؟ لا، انا خاصني نتقدم بعد الرجل، لان هاد الرجل غيقطعوا الطريق. ملي غنجي انا نوصل هنا غيكونوا هما واصلين، نعطيهم حق الاسبقيه ديال الاجابه رقم جوج. نزيد في السرعه، نعم واحد لا جوج. نحاز اليسار، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش نزيد في السرعه؟ نعم واحد لا جوج. نحاز اليسار، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش نزيد في السرعه؟ نقول لهم لا، علاش غنزيد؟ ما كاينش شي حاجه علاش نزيد انا من السرعه. نحاز اليسار كذلك لا، نبقى انا في البوزيسيون ديالي، علاش غنحاز انا اليسار والطوبيس بانه غادي هذا الكار هذا راه غادي، الطوبيس هذا راه غادي، ماش نحاز اليسار. اذا نبقى في بلاصتي، ما كاينش لا داعي انني نزيد في السرعه. رن الهاتف النقال ديالي، واش نجاوب؟ اجابه رقم واحد. نوقف على الجنب ديال اللي من نجاوب، الاجابه رقم جوج. ما نجاوبش ثلاثه، هذا سهل كاع ما نطولوا في هذا. اذا نرى الهاتف النقال ديالي ما نجاوبش، الاجابه رقم ثلاثه. اب مشى. انا في المكان المناسب باش ندور على اليسار، نعم واحد لا جوج. نكمل سهل قدام، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش انا في المكان المناسب باش ندور لها اليسار، نعم واحد لا جوج. نكمل السير القدام، نعم ثلاثة لا أربعة. اذا الاخوان كما قلت كنعاود كنقولها، اذا غنشوف البلان من غدا ان شاء الله، راه ممكن اننا نبداو لي بي دي اف، لي بي دي اف اللي بديناهم راه غنبقاو نديروهم يوميا، ممكن ربما غادي نبداو من غدا ان شاء الله، غنشوفوا اين وقيته غنبداو ان شاء الله. نشوف المهم راه الا جاب الله غندير اللايف، راه غادي نبقى نديرو الاخوان في الصفحه. اذا اللايف غيكون في الصفحه ياك، غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحه. فهاد بالنسبه للصفحه راه داير فيها تعليم السياقه كود الباز جوج. اذا غنحط لكم الرابط ديال الصفحه في هاد الحساب الشخصي ديالي، غنبداو في البي دي اف ان شاء الله، يعني تكون واحد المراجعه مع شي ناس وانت نتوما تستافدوا باذن الله. اذا انا في المكان المناسب باش ندور على اليسار، نعم، لان عندي السهم ديال اليسار. كون كنت في هذا البوزيسيون هذا، في هذا الاتجاه هذا، في هذه البلاصه هذه، ديك الساعه ما عنديش الحق ندور على اليسار، ولكن حاليا عندي هنا، لان عندي واحد السهم كيقول لي امكانيه، عطيني امكانيه ندور على اليسار، وواحد السهم عطيني امكانيه نمشي نيشان. نكمل السير قدام كذلك، نعم عندي جوج اختيارات. كون ما كاينش هذا، ديك الساعه ما عنديش القدام، عندي غير اليسار، ولكن حاليا عندي جوج. اذا عندي امكانيه نمشي نيشان، عندي امكانيه ندور على اليسار. اذا واحد ثلاثه،
احتراق احد السهور اي الفيزيبلات يمكن ان يتسبب في توقف المنبه الصوتي. الاجابه رقم واحد. المروحه الاجابه رقم جوج. البطاريه الاجابه رقم ثلاثه. الحصى اليدوي الاجابه رقم اربعه. اذا الاخوان كاع الناس اللي كيقراو معكم في المدارس، انا كنقولها لكم الله يجازيكم بالخير، شي الناس اللي كيقراو معكم في المدرسه راه ما خسرتوا والو الاخوان. حنا نبداو هذا الاسبوع كامل تقريبا نهار على خو غيكونوا غير لي هادو ديال البي دي اف. اذا راه ما خسرتوا والو الاخوان الناس اللي كيقراو معكم في المدرسه، انا غنحط لكم الاخوان لوليان اوس ديال الصفحه فاش غنبقى نديرو فاش غنبقاو نديرو لي لايف. عطيوه الناس اللي كتعرفوا هذا، عطيوهم الاخوان، عطاهم عطيو الناس يستافدوا، حنا راه بينا الناس يستافدوا. اذا احتراق احد السهور اي الفيزيبلات يمكن يتسبب في توقف المنبه الصوتي. نعم، يعني الا تحرك شي فيزيبل مثلا كلاكسون ما خدامش، يقدر ممكن من غادي نمشي للفيزيبل ديالو نلقى بانه تحرق، كنبدل الفيزيبل كندير واحد وكيرجع كيخدم. مثلا المروحه كذلك نعم عندها فيزيبل، ولكن البطاريه لا، لان الباتري الا تصدى شي فيزيبل ما، لان الباتري اصلا هذا كاين الدينامو اللي كيشارجيها، هي الا تحرك شي فيزيبل ما عندوش علاقه بالبطاريه. مزيان الحصار اليدوي فرنامان، فرنامان راه اجا فرنامان لهذا الفيزيبلات ولا فرنامان راه خدام هو اوتوماتيك. وخذ وقفتي ساليتي من الطوموبيل كتاخذ فرنامان. مزيان، اذا هنا فقط هاد جوج حوايج، الا تحرق الفيزيبل مثلا ممكن يعني توقف المنبه الصوتي، راه ممكن الفيزيبل كذلك المروحه. اما البطاريه ولا الحصه اليدوي ما عندهمش علاقه بالفيزيبلات، اما هادو راه ايه. عند هذا الملتقى واش يمكن لي ننظر على اليمين؟ نعم واحد لا جوج. ننظر على اليسار نعم ثلاثه لا اربعه. اذا الاخوان ملي تساليو اللايف، ملي غنساليو اللايف الاخوان ان شاء الله تصنتوا لي مزيان الاخوان، اذا ملي غنساليو اللايف راه غادي تلقاو الرابط ديال لاباج فاش غنبداو نخدموا لي بي دي اف. البي دي اف الاخوان الاسئله ديال الامتحان، اذا راه غتلقاو سميتو انا نخدموهم في الصفحه، لان بالنسبه للحساب هذا الحساب الخاص يعني بزاف ديال الناس بغاو يستافدوا ما كيصيفطوا الانفيتاسيون ما يمكنش ليه باقي نقبل، لان وصل واحد هذا 5000 ما يمكنش لك باقي تقبل شي واحد. اذا عند هذا الملتقى يمكن لي ندور على اليمين نعم، لان عندي هذه ديال الاجبار كتجبرني ندور على اليمين. ندور على اليسار لا، مادام هذا كيجبرني ندور، هذه العلامه كتجبرني ندور على اليمين، اذا ممنوع لي ندور على اليسار. اذا واحد وربعه سربيو شويه. الخط المتقطع كيسمح بالتجاوز نعم واحد لا جوج. نتجاوز نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش الخط المتقطع كيسمح بالتجاوز؟ نعم واحد لا جوج. نتجاوز نعم ثلاثه لا اربعه. اذا الخط المتقطع كيسمح بالتجاوز؟ كنقول لهم نعم، لان الخط دائما ملي كيكون متقطع راه مسموح بالتجاوز، كيسمح بالتجاوز، ولكن واش نتجاوز؟ هنا لا، لان عندي العقبه دائما في الفيراج، والعقبه في الطريق اللي كدوي وكتجيب. ردوا البال، راه كاين الفرق بين واحد الطريق كدوي وكتجيب وكاين الفرق بين الطريق اللي غير كدي. راه الطريق اللي غير كدي راه مسموح لي نتجاوز في الفيراج وحتى في العقبه ما عنديش مشكل. علاش حنا ما كندوبلوش في الفيراج وفي العقبه في الطريق اللي كدوي وكتجيب؟ لان ربما تجي انت الدوبل وتجي شي طوموبيله من قدامك هنا غتصدق يعني تسببتي في حادثه، ولكن الطريق اللي غير كدي انت كتعرف اوتوماتيكمون بان حتى شي طوموبيلات ما كيجيوش من القدام. مزيان، اذا الخط المتقطع كيسمح بالتجاوز؟ راه نعم. نتجاوز لا، لان عندي العقبه هنا. انا في المكان المناسب باش نمشي للرباط نعم واحد لا جوج. المحمديه نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش انا في المكان المناسب باش نمشي للرباط؟ نعم واحد لا جوج.
المحمديه نعم ثلاثه ولا اربعه. اذا واش انا في المكان المناسب باش نمشي للرباط؟ نعم. المحمديه كذلك نعم، ما عنديش مشكل فيهم، لان هذه الطريقه اصلا هي ديال السير العادي، هذا ديال التجاوز. اذا انا في المسلك المناسب هنا، سواء غادي الرباط راه مزيان ولا غادي المحمديه، الا غنخرج للمحمديه مثلا راه مزيان. اذا واحد وثلاثه. هاد السوا، السوا الاخوان هما هادو، هادو اللي ديال بحال على شكل قلب ديال السكر. اذا هاد السوا كتعلم على انعطاف المنعرج، نعم واحد لا جوج. كتعلم على ملتقى الطرق، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش هاد السوا كتعلم على انعطاف المنعرج، نعم واحد لا جوج. كتعلم على ملتقى الطرق، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا غنمشيو للصحيح. اذا هاد السوا كتعلم على انعطاف المنعرج، نعم. على ملتقى الطرق لا. هاد السوا الاخوان ملي كتكون بيضاء والراس ديالها احمر بحال هكا، كتقول شنو كتقول ليها؟ كتقول ليها بانك الفيراج منعرج خطير. الا كانت كلها بيضاء كتقول ليها بان كاين ملتقى الطرق. اذا هذه كانت كلها بيضاء كتعلمني على ملتقى الطرق، كانت بيضاء والراس ديالها احمر كتعلمني على انعطاف او كتعلمني على المنعرج. الا كانت كلها بيضاء وفيها شرطه حمراء كتعلمني على السكه ديال التران. الا لقيت واحد الشرطه غنلقى السكه ديال التران على بعد 50 متر، جوج شرطات على بعد 100، ثلاثه الشرطات 150. اذا كل شرطه كتحسب 50 متر. اذا نعاود، هاد الصيوه كانت بيضه الراس ديالها احمر كتعلمني على منعرج، كانت كلها بيضه على ملتقى الطرق، كانت بيضه وفيها واحد الشرطه على السكه ديال التران. اذا هنا كتعلمني على المنعرج لان بيضه الراس ديالها احمر. هاد العلامه كتعلن على طريق ذات اتجاه واحد، الاجابه رقم واحد. ملتقى الطرق، الاجابه رقم جوج. طريق ذات اولويه المرور، الاجابه رقم ثلاثه. حق الاسبقيه لمن، الاجابه رقم اربعه. اذا هذه العلامه كتعلن على طريق ذات اتجاه واحد، الاجابه رقم واحد. ملتقى الطرق، الاجابه رقم جوج. طريق ذات اولويه المرور، الاجابه رقم ثلاثه. حق الاسبقيه لمن، الاجابه رقم اربعه. اذا مشو الاجابه. هاد العلامه كتعلم على طريق ذات اتجاه واحد، لا ماشي هذه اللي كتعلمنا على طريق ذات اتجاه واحد. ملتقى الطرق، نعم هذه كتعلمني على ملتقى الطرق. طريق ذات اولويه المرور كذلك، نعم. اشنا هي طريق ذات اولويه المرور؟ يعني انا اللي عندي حق الاسبقيه في ملتقى الطرق اللي غنلقى، ما غنعطي الاسبقيه لا لليمن لا لليسار. حق الاسبقيه لليمن لا، امتى كنعطي اليمن؟ مثلا الا ما كانتش عندي شي علامه ولا الا عندي مثلا كروازما. اذا هنا جوج وثلاثه. يمكن لي نوقف على طول هذا الرصيف عند العلامه الصفراء، ذاك الخط الصفر، نعم واحد لا جوج. بعد العلامه الصفراء، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا يمكن لي نوقف على طول هذا الرصيف عند العلامه الصفراء، نعم واحد لا جوج. بعد العلامه الصفراء، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش يمكن لي نوقف على طول هذا الرصيف عند العلامه الصفراء؟ لا. شاد الخط الاخوان، هذا الصفر راه ممنوع لي نتوقف فيه لان هذا ديال الحافلات ديال الطوبيس. بعد العلامه الصفراء، نعم ما عنديش مشكل. بعد العلامه هذه البلاصه، هذه ممنوع، هذه البلاصه مسموحه ليا، ولكن هذه البلاصه ممنوع لي نتوقف فيها او نوقف فيها لان هنا ديال الطوبيس. ولكن بعد العلامه راه مسموح لي بالوقوف. اشنو اللي ممنوع بعد العلامه؟ هو التوقف، اما الوقوف راه مسموح لان السؤال قالوا لي الوقوف. اذا جوج وثلاثه. الخطر كيمتد على مسافه 200 متر، نعم واحد لا جوج. نكمل السير بسرعه 100 كيلومتر في الساعه، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا الخطر كيمتد على مسافه 200 متر، 2000 متر، نعم واحد لا جوج. نكمل السرعة، نكمل السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، نعم ثلاثة لا أربعة. إذا الخطر كيمتد على مسافة 2000 متر، كنقول لهم نعم، لأن هذه كتسمى الامتداد، ملي كيكون فيها جوج أسهم كتسمى الامتداد. ملي كيكون فيها، ملي ما كيكونش فيها الأسهم كتسمى البعد.
اذا نعم نكمل السيف سرعه 100 كيلومتر. لا، لان دائما ملي كنشوف انا المثلث كيخصني نقص من السرعه، هذا الشيء علاش كتعتبر المثلث علامه متقدمه باش نوصل ليها، نقص من السرعه قبل ما نوصل للخطر اللي مرسوم فيها. اذا 1.4 باش نقوم بالتجاوز، واش يمكن ليا نتبع الشاحنه الصغيره البيضاء؟ نعم، واحد لا جوج. اذا باش نقوم بالتجاوز، واش يمكن لي نتبع الشاحنه الصغيره البيضاء؟ نعم، واحد لا جوج. اذا باش نقوم بالتجاوز، واش يمكن لي نتبع الشاحنه الصغيره البيضاء اللي هي هذه؟ كنقول لهم نعم. علاش؟ لان ما عنديش شي حاجه اللي كتمنعني من التجاوز، ما عنديش. ما كاينش شي علامه، ما كاين حتى شي طوموبيله في المرايه، انا ما كاين حتى شي طوموبيله اللي كون جاب لك شي طوموبيله هنا ممنوع عليا نتجاوز. هنا طريق غير كدي، لان كون كان الطريق كدو كتجيب ممنوع عليا نتبع شي طوموبيله كتجاوز. شي الطريق اللي كدو كتجيب ملي نشوف شي طوموبيله كدوبل ما نتبعهاش، نخليها تكمل التجاوز، لان الا تبعتها ممكن هي تشوف شي خطر قدامها تدخل وتخليني انا مني للخطأ. ولكن هذه غير الطريق غير كتجي، اذا ما عنديش ممكن مشكل باش نقوم بالتجاوز. يمكن لي نتبع الشاحنه الصغيره البيضاء؟ نعم، ما عنديش مشكل. اذا الاجابه رقم 1. زياده على ضوء التقابل يمكن لي السير بضوء الضباب هذا القدام؟ نعم، واحد لا جوج. الضوء الضباب هذا الخلف؟ نعم، 3 لـ 4. هذا سهل الاخوان. اذا زياده على ضوء التقابل، واش يمكن لي السير بضوء الضباب هذا القدام؟ نعم، واحد لا جوج. الضوء الضباب هذا الخلف؟ نعم، 3 لـ 4. اذا غنمشيو للشرح، زياده على ضوء التقابل، واش يمكن لي السير بضوء الضباب هذا القدام؟ نعم، واحد لا جوج. اذا هنا كنقول لهم نعم، ضوء الضباب هذا الخلف كذلك نعم. اذا دائما في الثلج، في الثلج وفي الضبابه، فكنمشي بضوء الضبابه بالتقابل والضبابه الاماميه وضوء الضبابه الخلفيه. اذا 1 و3. اذا غنمشيو لاخر سؤال في السلسله الرقم 15 اللي هو السؤال رقم 40. السرعه محدوده في 60 كيلومتر في الساعه؟ نعم، واحد لا جوج. ممنوع استعمال المنبه الصوتي؟ نعم، 3 لـ 4. اذا السرعه محدوده في 60 كيلومتر في الساعه؟ نعم، واحد لا جوج. ممنوع استعمال المنبه الصوتي؟ نعم، 3 لـ 4. شو الاجابه؟ اذا السرعه محدوده في 60 كيلومتر في الساعه؟ راه نعم. علاش؟ لانني داخل المدينه، المدينه كتكون السرعه محدوده، او داخل تجمع سكني نقولوا ليها داخل تجمع، التجمع سكني كتكون السرعه ديالي محدوده في 60. ياك ممنوع استعمال المنبه الصوتي كذلك؟ نعم، دائما كنعرف بانني داخل لواحد التجمع سكني، اذا السرعه ديالها تكون محدوده في 60، وممنوع المنبه الصوتي الا في حاله خطر. اذا 1 و3. اذا الاخوان هنا غنكونوا سالينا السيري الرقم 15، باقي لنا السلسله 16 17 18 19 20 21 22 23. اذا باقي لنا تقريبا واحد 12 سلسله، يبقى لنا 12 تقريبا اللي باقي لنا. اذا الاخوان كما قلت لكم، انا حاليا غنحط لكم، دخلوا عندي لهذا الحساب الشخصي ديالي، راه غنحط لكم لوليان ديال الصفحه فاش غنبقاو نبداو اللايفات ان شاء الله. ياك، لان بالنسبه لهذا الحساب الشخصي ما كيتحملش، يعني كاين بزاف ديال الناس ما كيوصلوهمش لي لايف. اذا غندير لاباج، راه درنا واحد لاباج، اذا هي فاش غنبداو ان شاء الله لي لايف من هنا للقدام. ياك، اذا بالنسبه للغدا ان شاء الله الاخوان غنحط الى جاب الله، غنبداو هذا الشيء ديال البي دي اف من هذا الاسبوع، من غدا الاثنين راه غنحط لكم واحد، نحط لكم اعلان تما. ياك، اذا نحط لكم اعلان الى جاب الله غادي نبداو هادو ديال لي بي دي اف. اذا مرحبا، تحياتي لكم من الناظور، مرحبا الخوت ومرحبا بالناس ديال الناظور. هنا كاين في اكادير اخويا، فين عندك مدرسه في اكادير. اذا الاخوان غنحط لكم ملي غنسالي هذا اللايف هذا، راه مباشره غتلقاو الاسم ديال الصفحه والرابط ديال الصفحه، ودخلوا ليها، يعني سيروا للصفحه الاخوان، ديروا لها متابعه وهذا باش يوصل لكم هادو لي لايف.
اذا غنشوفوا كيفاش الا كانت امكانيه غادي نبداو من غدا ان شاء الله. ياك الاخوان كنقولها لكم الناس اللي كيقراو معاك في المدرسه عطيهم عطوهم الصفحه تاعهم يستافدوا. راه الا ضربنا اسبوع ديال هاد ديال البي دي اف راه غير اللي ما بغاش البيرمي ديالو والله العظيم انا كنقولها يضربنا هاد الاسبوع اللي ما بغاش يدوز بيرمي ديالو صافي. حنا غادي نديرو هكا نكيتيو كود موحى باش نخدمو مع كل البي دي اف. بزاف ديال الناس طالبين هادشي ديال البي دي اف ياك واخا هادشي ديال البي دي اف ما كنبغيش صراحه نخدموه باقي ولكن معليش يعني في سبيل الاخوان غادي نخدمو معكم ماشي مشكل. اذا تحياتي لكم امسيه سعيده للجميع.